الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط مع ارتفاع أسعار النفط العالمي، وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 56 سنتا لتصل إلى 74 دولارا وعشرة سنتات، فيما ارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 56 سنتا أيضا لتصل إلى 76 دولارا وتسعين سنتا للبرميل. وارتفعت أسعار النفط العالمي بعد أن رفض الاحتلال مقترحا من حركة حماس لوقف إطلاق النار، فيما تتواصل المحادثات لمحاولة إنهاء الحرب الدائرة في غزة والتوترات في الشرق الأوسط. كشف خبراء اقتصاديون أن كمية النفط العراقية المصدرة إلى الأردن تبلغ يومياً 15 ألف برميل بسعر يقل عن خام برنت ب 16 دولاراً. ويقول الخبراء إن العراق كان يصدر إلى الأردن 100 ألف برميل يومياً، نصفها بالمجان والنصف الآخر بأسعار تفضيلية، مضيفين بأنه في زمن حكومة المالك الأولى في عام 2006 وقع الأردن والعراق مذكرة التفاهم لتجهيز ونقل النفط العراقي الخام للأردن بعشرة ألاف برميل يومياً من النفط الخام ترتفع إلى 15 ألف برميل لتتم زيادتها مستقبلاً إلى 30 ألف برميل، وبخصم يصل إلى 18 دولارا للبرميل عن السعر العالمي. رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا سعر مبيع ربطة الخبز المدعوم بنسبة تصل إلى 100% والمازوت الخاص بالأفران بأكثر من 165%، ووصل سعر ربطة الخبز 1000 جرام بعد الزيادات الجديدة إلى 400 ليرة سورية، فيما قفز سعر اللتر المازوت المدعوم للأفران من 700 إلى 2000 ليرة سورية. وأشارت حكومة الأسد إلى أن تكلفة تأمين الرغيف ارتفعت يومياً إلى معدلات غير مسبوقة، ووصلت إلى ما يزيد عن 7000 ليرة سورية للربطة بفعل ظروف داخلية وخارجية. رجحت وكالة الطاقة الدولية أن تصبح الهند المحرك الرئيس للنمو في سوق النفط العالمي بحلول عام 2003 نظراً لزيادة النشاط الصناعي والنمو المتسارع لاقتصادها. وتوقعت الوكالة وصول طلب الهند إلى 6,600,000 برميل يومياً بحلول عام 2030، ارتفاعاً من 5,500,000 برميل يومياً في عام 2023. تصدرت الأرجنتين ترتيب البلدان ذات المعدل التضخم العالي عام 2023 وفق دراسة أجرتها وكالة نوفوستي على أساس بيانات من الخدمات الإحصائية الوطنية للمئة وثلاث وتسعين دولة عضو في الأمم المتحدة. وواجهت الأرجنتين قفزة حادة في الأسعار على خلفية انخفاض قيمة العملة الوطنية في شهر كانون الأول الماضي وتسارع التضخم بنسبة وصلت إلى 211% بعد أن كان 161% في شهر تشرين الماضي. وجاء لبنان في المرتبة الثانية حيث ارتفع معدل نمو الأسعار من 70% إلى 192% على مدار العام. وقبل الختام نذكر بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وبأسعار المعادن.
كتم المجهز إلى اللقاء.